في أول الأمر احنا كنا أنا المبادرة جيت من عند لعبة الطائف باش يكون الدوري ديال القطاع الإدارية. ذاك العام اللي فات حنا اللي نضمنا تحت لواء الجمعية جمعية الأعمال الاجتماعية ديال العمالة ديال تيزنيت. هاد العام بقات تقريبا ديك 20 يوم ما كاينش قطاع اللي دار المبادرة ولا علم باش ينظم الدوري. نتنا تخت المبادرة وقررت باش ننظموا الدوري. في ذاك الوقت ما كان عندنا شي إطار قانوني باش ننظموا الدوري. المهم كما كاين في علمكم السنة الجمعية الرياضية والثقافية والاجتماعية للقطاع الإدارية فهاد وجيز واحد الوقت وجيز جدا وبالضبط في ظرف أسبوع درنا حطينا القانون الداخلي باش كل عامل خصو عنده يكون عنده واحد الإطار قانوني. درنا إطار قانوني ديالنا ألا وهو القانون الداخلي ديال الدوري. القانون الداخلي فيه واحد البوم تيقول بأن يسمح للفريق أن يستقطب لاعبين من قطاع إداري آخر، لكن هاد البند من البداية ديالو ما تطبقش. خرج اش تيقول القطاع ديال التكوين المهني قالوا ودي حنا ما يمكنش نشاركوا الناس اللي عندنا حنا كاع كبار السن خصنا نزيد واحد جوج متدربين عندنا في القطاع ديال المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية. قلنا ما كاين مشكل احنا دروك فتحنا اخترقنا القانون الداخلي. قالوا العناصر ديال الجمعية الأغلبية على قسم على الأغلبية قالوا ليه ما كاين مشكل شوية وبلا يخفى عليكم بأن السيد ديال المعهد المتخصص التكنولوجيا التطبيقية هو عنصر في الجمعية. خرج العنصر الثاني في الجمعية وحتى هو عضو في المكتب ألا وهو السيد ديال المحافظة العقارية قال لك ودي أنا ما غاديش نشارك. علاش؟ حنا ما عندناش دراري يمكن خصنا نزيدو الدراري زادو خمسة أو ستة. حنا بدينا المشكل تتفاقم. خرج القطاع ديال اش تيقول ليه ديال البقية المدنية قال له غادي نلعبو حتى حنا واحد اللاعب حتى هو خرج على القطاع الإدارية. خرجت اش تيقول لي الأمن الوطني حتى هما قالوا نلعبوا اش تيقول لي وهكذا وتولت ياكمتي المخالفات. وشكون اللي صب اش تيقول لي النار على الهشيم هو فاش قررت انا باش نستقل هو اننا كنا اتخذنا القرار ديال التوقيف النهائي طيلة الدوري ديال واحد العنصر في اش تيقول لي في الماء والكهرباء القطاع ديال الماء والكهرباء كانت بالحرف سب كانت المباراة ديالهم جمعهم مع الوقاية المدنية ناض بالحرف قال حاشاكم واش يمكن نقولها ولا لا سب والشتم العلني وامام مرأة ومسمع الجميع. قلنا انتو نوقفوه قررنا احنا الجمعية نوقفوه طيلة الدوري. درنا المحضر مضينا كلنا في الاخير عاوتاني تاخذ واحد السيد قرار انفرادي قال لك اسيدي خصنا نرجعو لك القرار واستقل داك اللاعب ولا تحكمت عليه غير المباراة وحدة باش اش تيقول ليه باش يجلس فيها وهذا هو السبب ديال الاستقالة ديالي وشكرا.